كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا جيتكم بوصفه جديده. عندي العدس احمر، غندير به واحد الاكله كتجي رائعه، كتجي زوينه جديده. عندي كاس بحال هكا غنديرو في الصفايه وغنغسلو. غسلتو كاس ديال العدس، غندير معاه 4 كيسان ديال الماء وغنديرهم يغلي حتى نحسو بالعدس طاب، ونبقى وحده على هاد العدس كيفيض كيدير الكشكوشه، وهاديك الكشكوشه كتفيض. خصنا نبقى وحده من اللي بدا يغلي حتى يطيب، ما نخليوش حتى يشرب الماء ديالو. ملي غيطيب غنخليوه يغلي حتى نحسو بالعدس طاب، ومن بعد نكمل معكم. عندي هنا السميده غليظه شويه، راه عندنا في المغرب عندنا كنديرو بها الحسوه اللي بالحليب. عندي هكا السميده عندي كاس ونص ديال السميده، عقلوا معايا، كاس ديال العدس في 4 كيسان ديال الماء في كاس ونص ديال السميده هكا كتجي واحد العدس. ها هو طاب، تبدل اللون ديالو وطاب وتحل، يعني ملي مسيتو لقيتو طاب مزيان، طفيت عليه. دابا قلنا السميده راها غليظه شويه بحال هاد الشكل، غليظه شويه. بسم الله، غادي نضيف الكاس ونص ديال السميده، وغادي نحرك غادي نحرك السميده ما غطيبش. ها هاد الماء غادي تشربو وغادي تنفخ. شوفوا معايا دابا راه فيها الماء، ومني غنحلو عليها من جد واحد 5 دقائق غنشوفوها كي دايره، وندوز معكم الوصفه الثانيه التكوين اللي غندير بيه. هنا عندي نقيله بحال هكا، هذه الحشوه ديالها اللي غندير لاصوص ديالها. عندي هنا معلقه ديال مطيش الحب نضيفها هنا. عندي هنا معلقه ديال البزار، معلقه الكمون، معلقه النعناع، الملح على حساب الطوق. نسيت ما قلتش لكم درت معلقه ديال الملح تما. عندي هنا كويس صغير ديال الزيت البلديه ما عامرش نضيفه هنايا. عندي بصيله كبيره شويه قطعتها رقيقه بحال هكا نضيفها هنا. غندير البصله تشحر حتى تبدل اللون ديالها، ومن بعد نرجع معكم. من البصله غتبدل فيها اللون وغتشحر مزيان، غنزيد عليها مطيش الحك وغنزيد عليها العطيريه اللي عندي، ومن بعد نكمل. البصله ها هي تشحرت حتى تبدل فيها اللون، تبدل فيها اللون بحال هكا حتى تذوب مزيان. باش ملي نبداو نعطو ما نعطوش البصله، غنضيف مطيشه ديال الحك معلقه، وغنضيف العطريه اللي عندي قلنا الملحه البزار الكمون النعناع كارم، وغنديرها تشحر عاوتاني، ومن بعد نكمل معكم. من بعد الحشوه ديالي طابت سديت معكم، انا غادي نحل هذه معكم ان شاء الله غتشوفوا كي ولات. شربات الماء نفخات طابت السميده، يعني بلا ما نحتاج نغليوها هكا. غنضيفها هنايا باش نحرك على خاطري. انا كندير الصوص والفرح كيغوت معايا.
بعد ندير هكا باش تاكل العدس يتماعس. دابا داك الصوص اللي بصله ومطيشه والعطريه اللي كاينه غنزيدهم هكا. دابا غنحكي الخل مزيان تتخلص انا داك المطيشة مع الخليط كلو حتى يولي داك اللون. غنخلطو مزيان تعجب الوليدات الصغار بزاف، يعني مكانش اصلا شي ضرر اللي غتضر الدراري الصغار. نخليها تبرد شويه، خلطتها خلطت مزيان تخلطات البصله مطيشه ونخليها تبرد واحد شويه. ملي غادي تبرد غنزيد عليها المعدنوس. انا البصله الخضاريه ما عنديش بزاف، عندي زرعه في البالكون قطعت غير الوريقات ديالهم البصله الخضاريه. ملي غادي تبرد باش ما تذوبش لينا هاد الخضوريه غنزيدها. عندي حامضه وحده عصرتها حيت غنحطوه التزيين من الفوق، اللي بغى يعصر الحار اللي كيبغي الحموضيه بزاف كيعصر فوق منه. ومن تبرد نكمل معاكم. وجدت حلقة مع هاد الأكلة كتكالب هكا مع الخس. وجدت طبصيل حطيت فيه الخس هكا. دابا راها بردات غنزيد عليها هاد الخضورية اللي كلنا. وغنزيد عليها الحامض اللي عصرنا كله على حسب الشكل اللي الحموضية اللي كياكلو. غادي نذوقو الملحة، عطيتكم خاصة الملحة غادي تديرو الملحة. صافي الشكل بيدي خلط مزيان الخليط ديالو عطانا هاد الشكل. غنفزق يدي غنغسلها ونفزقها. كتفزق يديكم في الماء باش ما تلصقش لكم بزاف. بسم الله على بركة الله. غناخد كويرة بحال هكا على الشكل اللي بغيت غنلقى اللعبتها هكا في يدي غتعطينا هكا شكل طويل. تفزقو يديكم و كتلصق ما والو. بحال هكا راه ملي كتبرد عاوتاني كتر كتجمع راسها مزيان ما كتبقاش هكا مرخيه، ولكن راه كتجي لذيذه قليله كنديرها جوج مرات في السيمانه. العدس الحمر معروف اصلا فيتامينات. غنكمل ونرجع معكم ان شاء الله.
نوريكم اخر وحده بحال هكا. انا وجدتو شكلت كلشي الشكل بحال هكا، حطيت هذا الشكل دابا نحط الحامض بحال هكا كله، وغادي نهز اللي بغي ياكل غيعصر فمن الحامض، وخا نحطو حداه حتى الخس فازله اللي كيبغي ياكل كيهز وحده كيحطها وسط الخس وكياكل. نتمنى من الله هاد الوصفه تكون عجباتكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده في فيديو جديد. خليتكم على خير، نهاركم مبروك، السلام عليكم.